سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم على خير وبخير، واللي شاف هاد لا فيديوكم الصحه والهنا وطولة العمر يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم نهاري، وقلت علاش لا نشارك معكم واحد الحوته غادي ندوزو نصيبوها وتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. هنا واحد الحوته من بعد ما خديتها، هذا كيقولوا ليه الدب، حوت صراحه غزال، كيجي في اللاطه غزال. نوع الحوت البيض، الا بغيتو تعمروه بالشعريه كي غنعمرو انا، كيجي خطير وكيجي لذيذ غزال. شوفوا كيفاش بيض من الداخل ديالو، كتغسلوها مزيان. هنا كنحضروا، انا عندي التوابل هنايا، شويه ديال مطيشه الحاك، شويه ديال الحار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، الملح، الابزار، عفوا القزبر يهبس، ثومه محكوكه. هنا سلقت نص سلقه الخضيره. هنا الحوته اللي شفتو معايا من بعد ما غسلتها وقطرت ليها الحامض من الداخل نشفتها. هنا عندي بطاطا حلوه غادي نضيفها، كتجي رائعه غزاله في اللاطه. وهنا الفلفله، النوع اللي عندكم ديال الفلفله. هنا مطيشه حكيتها جوج مطيشات، واحد الحامضه وزيت العود. هنا الشعريه من بعد ما درتها في المطايب كما كتعرفوا صفيتها، واحد الضمه ديال الكنار، غندير غير النص ديالها الا ما عندكمش بلاش. هنا كنفلحوا الحوته على هذا الشكل بحال هكا، باش كتدخل لينا ليها الشرموله من جوايه بجوج مزيان، باش كملي نبغيو نشرملوها كيدخلوا لها التوابل والملح باش كتجي لذيذه. هنا غندوزو نديرو التوابل اللي كتشوفوا معايا، الربيع ومطيشه الحاك والثومه، قزبر يابس، الكمون، الخرقوم، كاملين العناصر بعضياتهم نضيفهم في هذا الاناء كما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا غادي نضيف زيت العود، القليل من زيت العود، و الى عندكم ديروه، ما عندكمش زيت المائدة كافئة. هنا كنضيف داك نص الكنور اللي عندي، بغيتو ديروه ديروه، بغيتو تستغناو عليه استغناو عليه، كيبقى على حسب الرأي ديالكم. هنا غادي نعصر واحد نص حامضة العصير ديالها، و الى ما متوفرش ديروه الخل ماشي مشكل. هنا كما كتشوفوا كنعصرها انا، تبارك الله الحامض هو هذا، وقصوا نستافدوا منه علاش لا، الفيتامينات اللي فيه. هنا غادي نضيف القليل من المطيشه اللي حكيت، باش نخلط داك التشرميله على هذا الشكل هكا. داك المطيشه هو اللي كنضيفو على التشرميله باش كتجي التشرميله لذيذه. وغادي ندوز ناخذ الحوته، وغادي نعمر هذوك الفليحات اللي شفتو معايا على هذا الشكل بحال بحال هكا مزيان، حتى تدخل الشرميله مزيان اليوم، ونشرملو الحوته من الداخل باش كتجينا لذيذه وكتدخل لهداك التوابل كاملين بهذه الطريقه هكا. وغادي نحطوها بهذا الشكل، نحطوها في واحد الاناء حتى نشرمل الخضيره كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هكا. نشرمل الخضيره، درت النص على الفيرميسيل والنص غنخليه الخضره بهذه الطريقه هكا. كنشرمل البيرميسيل، نخلطها حتى تخلط لي كامله بالشرميله. ملي كتشرمل كامله عاد كنضيف الخضره بوحديتها. هنا كنزيد الشرموله، الا جاتني قليله كنزيد، عاد كنضيف الخضره من بعد بوحديتها. على فكره الا عندكم القمرون من الاحسن ضيفوه، راه كيعطي واحد اللذه للعمارة ديالنا الشعريه، كيجي غزال صراحه. انا ما متوفرش عندي وما لقيتوش عند مول الحوت، داكشي علاش. والحوت بعيد علينا، اللي كيجيب الحوت قليل فين كيجيب القمرون. نتوما اللي عندكم الاحسن ضيفوه، كيعطي اللذه غزاله للحوته. هنا الخضره من بعد ما سلقتها نص سلقه كما كتشوفوا معايا وسقطرتها، غنشرملها مزيان باش تدخل الشرميله على هذا الشكل حتى هي. وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي غتدخل الفرن، انا كندير في ديال الدجاج الصراحه في المول، هذه بغيت نديرها كبيره وما غاديش تسع عليا، من الاحسن درت اللاطه. هنا كنقطع مطيشه دوائر كهي التحتانيه كما كتشوفوا على هذا الشكل، ثلاثه د الحبات ولا جوج على حسب اللي متوفر عندكم. لي صراحه الحوت كما درتي له كيجي غزال صراحه. هنا كندير الفلفله حتى هي طرونش بهذه الطريقه هكا، غادي نقطع طويله ومدوره كما قطعتوها، كتعطي اللذه. وكما كتعرفوا الفلفله شي حاجه مهمه، ضروري ندخلوها للوليدات، ولو ما ياكلوهاش لينا ياكلوا المرق ديالها، شي حاجه اللي فيها الفيتامينات مهمه.
هنا غنسرح الفلفل بهالطريقه. كنست في البطاطا الحلوه كما كتشوفوا على شرائح طوالين، كتجي غزاله وكتعطي واحد النكهه اللي زوينه بزاف. جربوها ما غاديش تندموا عليها. مع الحوت في اللاطا عرفتي شي حاجه نستافدوا من الوقت ديالها اللي كاينه، اي خضره ملي كتكون الفصل ديالها خصنا نستافدوا منها صراحه، ونديها ونعطيوها لوليداتنا علاش لا. هنا من بعد ما استفدت الخضيره كنضيف داك مطيشه اللي حكيت، وكنخلي القليل ديالها. هنا كنضيف العماره في القليب ديال الحوته داك الفيرميسيل على هذا الشكل بحال هكا. انا ما خيطتها ما والو، على صراحه على فكره ما خيطتها ما والو. نتوما بغيتو تخيطوها خيطوها، انا فضلت بلا ما نخيطها، ما عندي لا ضياف لا حتى شي واحد غينا والوليدات، علاش غنبقى عاد نخيط؟ خليتها بحال هكاك. هنا كتشيط لينا الشعريه كنديرها في الجنيبات ديال الحوته، كتجي غزاله وكتشرب المراق ديال الخضيره اللي اللي في اللاطا، وكتجي غزاله في داك المريقه اللي كطيب فيها، وكتعطيها واحد المذاق غزال. انا بغيتو تفضلوا تعمروها في الخضره عمروها، انا فضلت نديرها بهالطريقه هكا. هنا داك لاصوص اللي شاطت عندي ديال المطيشه كنضيفهم فوق الحوته، باش ملي الحوته كطيب ما كتحرقش ليا من الفوق، كتحميها داك لاصوص وكتعطيها واحد النكهه اللي جد غزاله. هنا ضفت واحد جوج حارات، النكهات هما ديالهم كتجي زوينه وضروري الحار في الطبق ديالنا كما كتعرفوا. هنا غادي نضيف الحامض، ضروري الحامض البنات مع الحوت اللي كيعطيه شي نكهه غزاله وكيخلي مذاق الحوت غزال، ضروري نديروا له الحامض. انا كنخشي انا كنفضل صراحه انا كنحماق على الحامض في الحوت. هنا غادي ندخلها للفرن ونتلاقاو البنات. من بعد ما طابت لي الحوته على هذا الشكل، شوفوا الفيرمينسيل وديك لاصوص كي جات معلكه الصراحه، جات غزاله. كنتمنى تجربوها، راها كتجي لذيذه، وكنو نعطيو لشي حاجه صحيه لوليداتنا. وهنا تقديت وقلت علاش لا نشارك معكم التقديه ديالي. انا الصراحه من النوع اللي ما كنبغيش ناخذ الكاشير، ولكن مول الدار مشى لواحد المحل يلا حل، وقال لي داكشي باقي جديد طري، خذا الوليدات النوغيت تشهاوهم، ضروري الوليدات كيتشهاو مره مره راكم عارفين. هنا خذا مرتديلا، وهنايا كما كتشوفوا الفروماج البيتزا. راكم عارفين الوليدات ملي كيبداو القرايه خصكم ضروري تنوعوا ليهم. هنا شاركت معاكم النوغيت من بعد ما حضرتهم الوليدات. وهنا التقديه الاخرى، تقديت شي حويجات وقلت علاش لا نصورهم معاكم. انا كنتقدى داكشي صراحه بزايد باش ما كنبقاش كل مره هابطه للحانوت. صراحه طريقه زوينه وكتجي اقتصاديه ملي كتاخذوا كميه كثيره، من الاحسن ما تبقاوش هابطين كل مره. هنا خديت الخمارات، هنا عندي ميزانه، هنا عندي الحمص كناخذ انا نصحكم بهذا الحمص ديال البكيه كيكون غليظ وزوين ودغيا كيطيب. هنا الشعريه، المسطى، هنا العدس حتى هو كيكون غزال. نصيحه مني، العدس شدوه تنقيوه، ملي عندكم الفريكو تفزقوه وتخليوه حتى يفزق وديروه في الفريكو ملي كتبغيو تحتاجوه كتلقاوه فازق دغيا كيطيب. هنا عندي لي بات الوليدات حتى هي كناخذ كميه زايد. هنا انا العدس واخده جوج كما كتشوفوا معايا، باش ما كنبقاش هابطه كل مره للحانوت. هنا واحد الفروماج قلت علاش لا نشاركو معاكم ديال برا، هو اللي كنستعمل الوليدات هذا. صراحه تاخذوه ما تندموش عليه، واخا زايد شويه ولكن انا كيعجبني. هنا الشوكولا ديال الوليدات هي الكوتي، هنا القهوه، هنا خديت كناخذ سكسو غير بالنص باش كندير داكشي على الكميه اللي انا باغا. هنا كناخذ هو كناخذو بزايد. هنا الطون هذا حتى هو ديال برا، كيكون زوين نوريكم كيفاش داير على هذا الشكل هكا، حتى هو زوين. هنا الشوفال، كنستعملو حتى انا بزايد الفطور هكا البنيتات، حتى هو شي حاجه لي زوينه. وهذا وواحد الشوفال راه غنشاركو معكم حتى هو ديال برا، هذاك فيه فواكه جافة. المهم هذه القليل من التقدية اللي تقديت انا، سمحوا لي بعد شي حوايج كنت رجعتهم، غير قلت النصيحة نعطيها لكم.
هذه هي النصيحة اللي كانت قدها بها أنا، وكتدي لي مدة طويلة وما كنبقاش كل مرة نسخسخ، كل مرة نسيت حاجة. كنتمنى تجربوا هذه الطريقة، هذه ما غتندموش عليها. البنات ننصحكم بهذا الاريال هذا ديال برا، انا وصابي تحليتها. المهم هذه كتكون فيها 9 كيلونس، انا خديتها صراحة من الشمال، ومتوفر حتى في مرجان. هذا هو الاسم ديالها، اريال ديالها غزال وكيخرج الحوايج كيلمعوا، وهذا هو الشكل ديالها. بغيت نشاركها معاكم البنات. هنا وصلت العشيه وقلت علاش لا نحضر معاكم مسمنات الوليدات. هنا كنضيف انا مسمنات صغيرين، كنضيف كميه بزايد، نصحه من عندي وخشيوها في المجمد. كل مره في الصباح نوضو سخنوا الوليدات وحيده ولا جويجات اللي قدروا عليهم. كنحاول انا نفضل نعطيهم داكشي ديال الدار. هنا غادي نصيب واحد الكريسات الكوتي حتى هما غيشاركت معكم اللقطات من بعد ما قطعتهم، وغادي ندهنهم على هذا الشكل. نصيحه من عندي كما كنقول لكم مدرسه، دائما يكون عندكم هذا الشيء في المجمد. كتسخنوا الوليدات في الصباح ساهل، وكتسخنوا لهم العشيه كسكرو ضروري. كما كتعرفوا الوليدات كيجيو من المدرسه ضروري كنحاول ننوع ليهم، ننظم ليهم الاكل ديالهم. هنا من بعد ما تحمروا لينا الكريسات على هذا الشكل، هذا هو الشكل النهائي، وكنفضل نديرهم في المجمد. هنا غادي نحضر واحد البيتزا للعشاء، حتى هي صورتها معاكم غير لقطات. على فكره انا البيتزا كنحضر كما كتعرفوا، كنحضر لاصوص بزايد وكنخشيها حتى هي في الثلاجه. راه سبق ليا واحد لا فيديو حضرت معكم الطريقه ديال لاصوص، وكنحضر حتى لي بات ديال البيتزا ونديرها في المجمد. كنبقى غير نجبد ونعمر الا البصله والفلفله هي اللي كنضيفها، وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كنتمنى ديروا لوليداتكم داكشي اللي كيحبوا في الوقت المدرسه ديالهم، حيت وليدات ديالنا هادو هما الاكل اللي ولاو كيحبوه بكثره. مره علاش لا نديروا ليهم داكشي اللي كيبغيو، وما نساوش الاكل الصحي حتى هو ضروري يبقى في المنزل ديالنا. ونديروا خاطر وليداتنا مره ماشي مشكل. البنات بغيت نشارك معكم هاد الطون، هذا هو اللي كناخد انا من الاحسن، كيدير 30 درهم. البنات المهير ديالنا هو هذا، كنتمنى تشجعوني ودعموني باش نعطي المزيد. وملي كنشوف داك الكومنتيرات زوينين واللايكات ديالكم هكا كنتشجع وكنعطي المزيد. وهذا هو المهير ديالنا، نتلاقاو في شي لا فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.